حاول اتجوز بره وانت بقى ربنا يخليك كفايه. طب اديها لنا اديها لنا ولا ايه؟ والله اقول لك اديها لنا هتجيب ايه؟ فعلا والله. طب اديها لنا وتجي جنيه اصلها غالي قوي. لا والله بقى لو بقيت كام؟ حاجه 600 جنيه هتجيبها. فتلاقي كده الازمه كده يعني اقصد ري اشورنس بلاسيبو نعمل ازاي؟ طيب ري اشورنس بعد كده بلاسيبو افكت بعد كده بقى نشوف المشكله. حاجه مش كل ما يحصل حاجه بقى تقعد تتعبي وبتاع مش عارف ايه وعلاج الدبريشن ممكن يدي انت ديبريسنت وعلاقه علاجيه الصوره ده كله بيقول لك بس كده اجي اقعد معاك شويه وكده وتصل بيه التليفون حاجه تعمل طب الدوري على التليفون ايه حاجه في ايه وبتاع بس بجد الستيريوتيك تريك سيكينج اتنشن اكوردنج تو ريفر. اخر مشكله دي فعلا حقيقيه شاب جاء في العياده هوموسيكشوال هو مش كان دخل الجيش ومش قادر يستحمل حولته على دكتور سايكاتري ما راحش ماشي هو ممكن يروح لدكتور سايكاتري وما يعجبوش طريقه العلاج اصل مش كل يتعامل مع دكتور سايكاتري يكمل معاه هو جاي يشكي مش قادر ماشي ممكن ما يروح هو شايف هو بره دكتور سايكاتري ولا دكتور وبعدين ما تشوف راح اقول ده لو قلت له الدكتور ده بس عشان كان في لي علاقه على كده كويسه فبس وصلت ليه فقلت له فانكسر في روحه زي ما هو عينه الوسواس القهري يبقى عمال بيشتم ربنا يعني دلوقتي هو في فكره في دماغه عمال بيشتم ربنا ومش قادر يخش ومكسوف جدا يقول كده يقول ايه عشان ربنا يقعد يصلي وبتاع ويتوضى وبعدين بقى يبقى الوضوء بقى ثلاث مرات ولازم يعملها تسع مرات عشان يخف علشان يبطل قلق فتبقى عنده مشكله حقيقيه وسواس قهري حقيقي فيبقى مكسوف جدا يقول لك انا بشتم ربنا انا تعبان انا في افكار هتقول في افكار طب افكار دي وحشه طب ايه ليها علاقه بربنا فيبدا يقول بعد كده تقول طب ما ده مرض عادي ده مرض بسبب ان في دايره عصبيه في المخ فيها مشكله وتاخد له الدواء يخف يقول لك يعني الموضوع ده مرض يقول لك اه مرض وياخد الدواء يخف اه الكلمه دي بس لما بتشيل الجلد فيني على العيال تلاقي عيال خرج بيضحك يعني يقول لك يعني ام في القصه دي تقول لك ابني رجع تاني انت عملت له ايه؟ هو الدكتور ده بيسكت رجع تاني اربع شهور مكتئب ما بيقولش حد حاجه وهي كان سكت طبعا مش خايف هو بس الجلد فيني لما شال بقى يضحك شويه بيتفرج على التلفزيون بقت الفكره ممكن هو في اكسبتنس للفكره بس فالموضوع فرق جدا يعني اصل انت تلاقي العيال ده لازم اقفل باب العربيه ثلاث مرات طب يعني انت بتنزل؟ لا انا متاكد ان انا قافل بس لازم اقفله ثلاث مرات عشان ما اتكلمش. يقوم قافل الباب ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ويوصل السنتر لوك ده ثلاث مرات فكده العربيه تفضل ربع ساعه تمام؟ بيذاكر الصفحه لازم تتقري ثلاث مرات، هو انت بتنساها لا بفتكرها من اول مره، طب اقرا لي ثلاث مرات لازم اقراها ثلاث مرات. فواحد كان ده الام سي كيو بالنسبه له تحقيق. يعني عايزك تتخيل عيان زي ده نص ساعة هو في آخر خمس دقايق وقدامه 20 سؤال ومش قادر يقلب الورقة مش بتدلع ما بتدلعش واحد امتحان أكتر من كده يعني بيمتحن أهو ومش قادر يقلب الورقة اللي لازم يقراها ثلاث مرات لازم يقراها ثلاث مرات لازم ثلاث مرات عشان يقلبها وفاضل خمس دقايق وقدامه 20 سؤال ما حلش ب 10 أزمة حقيقية ولو قلب لا يا عم طب ما تقلب أهو لا لا ده بالنسبة لك ده بالنسبة لك أنت السهل ده هو يقلب اللي هو هو لو قالك روح الجنة مش هيعرف يعيش مشكلة مشكلة يعني في واحدة بتقول أنا لازم أختار تاني يعني أي حاجة هتخش السوبر ماركت هتختار تاني واحدة يعني كذا علبة تقصير هتختار تاني واحدة هتخرج من الباب بتاع السوبر ماركت الباب الدوار ده ازاي؟ لازم تدخل تاني واحدة يعني واحدة بتدخل وراها هي بتكون داخلة وراها لو في ناس مستعجلين مش هتدخل يعني لو في حد قال لها يلا بقى خش بقى بسرعه وبتاع مش هتدخل والله عملت ايه؟ ان شاء الله كده بقى كده تاكل وقت مش هتدخل مش عشان انا مش انا مريض فتلاقي ان بقى الدكتور يقول له ايه؟ يعني يقول له يا عم قوي بقى دكتور ده بقى هتمسك ايه بتاعك مش طبعا طبعا اذا نيجي مثلا عيل سكيزوفرينيك اجيتيتد يدخل الاستقبال فالدكتور عشان متدين بعض الشيء وبتاع يقعد يقرا القران طب يعني ربنا يبارك لك رب هو القران بركه اه بس انت كده بتعمل ايه مع عيان؟ يعني انت كده بتعمل ايه مع عيان؟ يعني يعني لو عنده قرحه في المعده وقريت له مثلا صوت يعني ايه الكرسي هيخف ازاي؟ طيب لو هو عنده مثلا رجل مكسوره وانت قريت له عليها سوره ياسين هيخف بايه؟
طبعا ده رب اصول الكاسين، بس اخف ازاي؟ فهي لازم يبقى قدامه هو، ويجي لك العيان بقى ساعات اللي هم العلمانيين، مش عارف العلمانيين، بس هم متاسفين بالعلم قوي من الدكاتره، يجي لهم العيان يقول له روح للشيخ. الدكتور يقول له ها ايه الجهل اللي انت فيه ده؟ روح للشيخ. ايه كده؟ مش الثقافه بتاعتنا دي ولا ايه اللي بره يعني؟ فلما بيجي العيان روح للشيخ، طب وتحسن؟ لا والله ما تحسنش. طب بص بقى انا غير احنا، ولو كده انا هوصف لك شيخ يبقى مختار. فالعيان جاي ايه الدكتور زي بعض كويس. طب يعني انت شفت شيخ كويس؟ اه بس استنى بقى عليا هنجرب شهر شهرين ده وكده، لو كده هنخش لك شيخ بس يعني مش هيوصف عليك. وانت تبص في الشيخ بتاع مش هيجي يوصفك يعني تعيش معاك. انتوا فاكرين الشيوخ صحيح الشيوخ بيشتغلوا بطريقه رهيبه يعني الشيوخ، بس هم عندهم المواعيد بالصلوات يعني يقول لك ايه يعني مواعيد عمل العياده من صلاه العصر حتى صلاه المغرب وللمغرب العشاء وبعد العشاء مواعيد استثنائيه. والعيانين كتير بيخافوا اكتر منا في قطر بيخافوا. ايوه ليه؟ في جزء ايحائي موجود طبعا اللي هو السجشن اللي هو لازم يبقى موجود. لان في عيني استجابات كتير ماشي موافقين. طيب ايه تاني بيخف؟ الشيوخ ساعات بيلعبوا لعبه كده لذيذه خالص، يقول له بص كده انا طلعت العفريت بس هو ناقصته يروح المستشفى ياخد دواء وياخد ثلاث جلسات كهرباء. طب انا غير يوم يجيب دواء يقول لك ربنا يخف خليك العفريت. طيب وانا هشوف يعني خليك العفريت وانا هتعامل معاه بجد. يعني هم بيلعبوا لعبه جميله. فالمهم بقى ايه؟ يجي المريض عندك المستشفى ياخد الدواء ويطلع هنا معايا وياخد جلسه كهرباء في الجيش يقول لك اه شوف الشيخ ربنا يكتبه. طب وانا وانت بتنسي خالص. فهو سيبه يعني الشيوخ او مش الشيوخ، هو الموضوع بس ايه؟ وانت بتتكلم مع عيان بلاش تنظره، بلاش مثلا بيقول لك على فكره يا دكتور انا شربت سجاير حشيش، يقول لي يا نهارك اسود حشيش. هو حتى لو ساكن في الحشيش هو مش هقول لك ان هو خد حقنه تنين يعني، هو بيبدا بس هو الحشيش ده يعني انت كده انت اسمك فحشيش حشيش خلاص بقى لا هيروين ولا بتاع ده عمل كده فحشيش. فاحنا متعودين دايما لما يجي العيان طب كذا تقول له برضه انا هقول لك على حاجه بس حضرتك بص لي بص غلط ايه؟ شفت حشيش حشيش بس. طب ما بالك دلوقتي مش حشيش ايه التفوق اللي فيك يعني؟ لا انا كنت حشيش وترابول. طب اخد التريك طب تشرب بقى ميه. طب ايه اكتر جرعه بتاخدها؟ يعني ساعات انت عندك مشكله كمان ايه لما انت بتعمل كشف على مثلا ناس الطيارين او الجيش او كده يقول لك طبعا ما اخدش حاجه. فانت مثلا تقول له بص بقى احنا اهم حاجه عندنا التركيز. عايزك تقول لي ايه اكبر كميه خمره بتشربها وتحتفظ بتركيزك؟ اقول لك ايه فستين حلو قوي غير لاي كده وانت مضطر بس ياخد الاستين ويفضل مركز يا نهار ابيض ايه ده كله؟ فتلاقي ناس عايزه تخدعك. طبعا احنا برضه انا مش عايز اطول. طب في اسئله عن اي اسئله عن الطب النفسي اتفضل. الواحد يعني كان عنده معلومه عايز يعرف هي صح ولا غلط ان السايكاتريك ديزيزز هاي انفكشوس، يعني انت ممكن جدا تتعدي من المرضى بتوعك. ايه ازاي؟ مش عارف الافكار والضرات دي بمرور الوقت انت هو بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو حاولت يعني لو عيل قال لك انا بسمع صوت بيشتمني فانت قلت له استنى كده تعالى اسمع. فلو حاولت تسمع هتسمع. لو جربت تسمع مع عيال صح صوت ستة ها؟ فتلاقي يعني انا ما فيش اي حاجه ينفعش خالص يعني ان العيال نفسي هو مجنوني. فيقول لك دول نفسي اصلا هو عيان لو عايز حد يعالجه. فاحنا ما بقاش كده. في صوره عن الدكاتره النفسيين ان هم اثنين. اصل هو الدكتور ده عمال يسمع طول الوقت قصص بقى يعني مين خد مين مع مين مين خد ايه فقتل. ساعات تعرف اماكن جثث ومش من حقك تعرف تبلغ البوليس يعني. طبعا مش من حقك تبلغ البوليس لما تعرف مكان جثث، انما لو في حد هيتقتل تبلغ عشان تحميه. فساعات بقى في اماكن جثث بقى وبتاع فتلاقي بقى خلاص بقى بيتقتل بقى والدكتور اللي هو الفايت ده وعمال بيسمع بقى كل المشاكل وهو كل السواد في دماغه. وتبقى انت قاعد مثلا مستني التليفون ان العياده الفلانيه قطعت ايديها تاني.
طب مش اتجوزت يعني؟ لا قطع الايه؟ فتبقى ده الخبر اللي انت مستنيه. او مثلا مستني من التحسن بتاعها اللي هو بدا يقوم عليها بقى. فده كده خلاص انت عملت اللعبه بتاعتك وده. فقد يكون التريد ده في الشخصيه هو المقصود بيه موضوع الانفجار بيتعيد من عيانين، ولكن هو يعني حتى في ناس بتقول ان الدكتور النفسي لازم يمشي مع الدكتور النفسي بيه كل 6 شهور. بس هو الموضوع ادابتيشن، انت اتعودت بدات تتاقلم. ناس كتير قوي في الاول خالص في اول الطب النفسي يقول لك انا عايز ابقى دكتور قوي ومش عارف ايه، مش هتاثر في اي عيانين، عادي يقعد يعيط قدامه ولا اي حاجه، مفيش. ما ده مش حلو. فيجي بعد 6 شهور من النيابه بتاعته يقول لك لا انا مش هبقى كده بقى، ده انا هتاثر على عيانين، لان هو الدكتور اللي بيتعاطف على العيان بتاعه ده هو اللي هيرجع لك معاه. مش كده خالص. تفهم العيان وابدا اشتغل معاه وتاقلم، ما تخليش حاجه تاثر على اعصابك. ساعات بتحتاج اجازه بقى. اتفضل. ماشي. البرسونالتي ديس اوردرز يعني مش هتكلم عليها بالتفصيل، ولكن كلنا عندنا كل البرسونالتي تريتس. يعني برانويد كلنا بنشوف، مش عارف الاستيريو كلنا بنحاول نجيب الاتنشن، اوبسيسيف كلنا فينا بعض الوسواس في بعض الحاجات، كل الحاجات فيهم. ولكن لما بتزيد الحاجه دي يعني اوبسيسيف يبقى اوبسيسيف في كل حاجه في الدنيا في حياته. مثلا عندي سكرتير اوبسيسيف اجي متاخر مثلا 10 دقايق، دكتور حضرتك متاخر 10 دقايق نهايتي، متاخر 10 دقايق متاخر فعلا انت نايم فتلاقي ان هو في كل حاجه في حياته اوبسيسيف، وفي الفلوس اوبسيسيف ومش عارف ايه اوبسيسيف، وهو شايف الناس مستهترين وهو شايفين حاطين كثيره على اللزوم. فلما تلاقي حد تريد معينه بصفه معينه غالب على كل حاجه اللي بيشتغل ديس اوردر، وخصوصا ديس اوردر بقى وعامل مشكله ان هو شكاك لدرجه ان مراته مش طايقه خالص، شكاك جدا بتكلمني مش عارف ايه، رحت فين؟ جيت الساعه كام؟ جيت له 10 ليه ما جيتش 5 ليه؟ ولو كانت 5 ليه 5 ليه ما جيتش 10 زي كل مره من كده. انواع كتير، حوالي 9 انواع، حاولوا يغيروهم في الاي اس ام 5 الجديد اللي هو نزل في شهر مايو اللي فات، بس ما عملوش فيهم حاجه، ما غيروهمش. الكرايتيريا هو كل واحده يعني انا شايف ان هي قد تحتاج محاضره لوحدها، لان هي تخصصيه شويه من جوه. تمام. طيب ايه اللي حبيبك في السنيكاتي بما ان هو يعني كده كمان الرسم كده ازاي؟ لا قصدي حتى كل برانش كل برانش فيها رسم. طبعا طبعا فيها رسم. انت حابب تتكلم واحد ممكن يجي فعلا واحد كده تحت ايه الجزء اللي حابب؟ ايه الافضل؟ هو انا شفت ان السيكاتري بالذات محتاج كوميونيكيشن سكيلز عاليه جدا، حتى ادفانس كوميونيكيشن سكيلز، لان كل يعني ساعات يجي لك عيان بتقول ايه؟ ده تعبان في دماغه. بس السيكاتري ما بيعرفش يقول كده، هو تعبان في دماغه يعني. امال هو جاي لك ليه؟ ما هو جاي لك عشان يتعالج اللي هو التعب اللي بيجي في دماغه. فما تقدرش تكره عيان وما تقدرش تلوم عيان حتى لما يقلب عليك. ساعات عيانين يكتبوا عليك يقول لك حاصل النهارده معايا عيانه قلب على قلب سودا برغم ان انا عامل مجهود رهيب، لان هي عيانه. فانت جوه كل ده محتاج تتواصل بطريقه تفك الكلام ده. انا شفت ان انا عندي مهاره الى حد ما في التواصل مع الناس، مهاره الى حد ما في ان اقدر اوصل المعلومه وتوصلني المعلومه للناس، وان انا احلل البيهيفير مش اوصفه. فلقيت ان ده كويس. ده غير ان مستقبل الطب النفسي لو غير بناخد بقى سيكوباتيه كده شريره كويس. احنا كام دكتور نفسي في مصر؟ 1619 مسجلين في النقابه. عيانين الاكتئاب 1%، يعني 90 مليون كامل 90,000. عيانين السكزوفرينيا 1.5%، يعني 90 مليون 90,000. يعني عندنا مبدئيا كده 180,000 عيان نشتغل فيهم ولا مرضى يفرقوا. كويس. عارف الدكتور يعني كل دكتور ماسك له 80 عيان؟ هاي يعني اقصد حتى بنظره سيكوباتيه فمستقبله كويس. بنظره عاديه خالص انا شايف ان يعني اللي عنده شويه مهارات تواصل كويسه، بيحاول يفسر بيهيفير الناس، شايف الموضوع كطب حقيقي. مواد بتزيد وبتقل ودواء بنديه عشان المواد دي تقل فبتحكم في البيهيفير. صحيح زي بقيه العلوم مش واضح الكيور ريت زي بقيه العلوم، احنا ما بنقدرش نعالج اللي انت بتاخده. دكتور سامح ممكن يكلمكم عن الموضوع، احنا ما بنعرفش نعالج الكلام ده. طب بقيه الحاجات ما فيهاش كيور ريت عادي، هي نفس الحاجات ونفس الطب بنفس الطريقه.
وخلاص. فانا شايف ان ده كويس في السيكاتري، مستقبل كويس. العلم اللي فيه طالع كويس، يعني عايزين نعمل حاجات بعد كده فيه كويس طبعا. جرى العرف ان الجامعات هي افضل اماكن للتعليم، ولكن السيكاتري فيه ميزه اللي هو برانش من برانشات المقاطعه اللي موجوده في المذاكره اللي بقت فيها. ولكن زيه زي غيره محتاج حد برضه يديك تبس بتاعت الخبره للتركات بتاعت الحاجات، فانت محتاج سوبرفيجن عليك طبعا. شوف لك فرصه، ممكن تلاقي فرصه في الجامعه، تلاقي فرصه في مستشفيات كتيره قوي من العباسيه او حلوان او الخنكه او غيره، دي مستشفيات كويسه جدا ومتاحه برامج تدريبيه جواها، وبتجيب اساتذه الجامعه كمان يدرسوا في الورقه التدريبيه بتاعتها. وانا كنت شاركت حتى في تنظيم بعض البرامج التدريبيه اللي جوه المستشفيات، فهي اي مستشفى فيهم برضه هتلاقي ورقه تدريبيه كويسه. ولكن جرب اقف عندنا ان افضل الاماكن التعليميه هي الجامعه. كويس، مفيش اسئله؟ كويس طبعا. مختلف فيها حاجات كتير، منها الكونفدينشياليتي، سريه العيان، لان سريه العيان ازمه كبيره عندنا. زي ما ممكن يكون عيان جاي يقول لك انا مخبي الجثه الفلانيه اللي البوليس بيدور عليها، قرر شفتها في النشره بتاعت 6 النهارده، انا مخبيها في المكان الفلاني، وما تقدرش تقول لحد، ولو قلت لحد يرفع عليك قضيه ويكسبها. ما هو واحدة واحدة بقى دلوقتي المجتمع والضمير والحاجات دي في الإيثكس. بص على سكيل أوسع دلوقتي، لما يبقى في مسموح كبير لكتير يبقى عيان إن هو أو إن أنت تفصح عن أسرار عيان بسكيل واسع، العيان مش هيقول لك بعد كده فالكيوريت دي إيه؟ تمام؟ فإحنا بنتكلم على كيوريت وعلى مصلحة عيان. أنت مش مسموح لك تفصح عن غرض طبيب، ما تفصحش عن سر عيان الا بامر قضائي موجه لك من القاضي بتقرير انت بتوديه او بتشهد شهادتك في يعني العيان ده. طبعا في برانش كبير على مواد اتكس قانونيه اسمه الفورنسيك سايكاتري، ده ليه متخصصين. فورنسيك سايكاتري واحد قتل واحد وبيقول ان انا مجنون ومش هاخد اعدام، يتحط في مستشفى 45 يوم تحت لجنه ثلاثيه، يبعتوا البيهيفير ونشوف الدنيا اكبر ايه. المستشفى العباسية في القسم اللي هو كان 8 غرب، ده تقريبا ده الاسم القديم، في الاسم الثاني بتاع الفرنسي سايكاتري ده موجود دلوقتي. بقيه الاثكس طبعا يعني هل احجز عيان ضمن ارادته ولا بدون ارادته؟ طب لو عيان مش انسايتد او مش مستبصر، بتختلف حاجات كتيره جوه السايكاتري. طبعا ده موضوع كبير، يعني في المؤتمر اللي فات ضمن الازهر كان في محاضره كامله عن القانون المصري للطبيب النفسي او للطب النفسي لسنه 1979، وده اللي احنا ماشيين عليه كلنا. قوانين كتيره قوي. طيب واحدة اتصلت بيك مثلا او اتصلت بيا قالت لي حضرتك العيان الفلاني هو مدمن بيتعالج عند حضرتك دلوقتي، هو متقدم لخطوتي اقبله ولا لا؟ هو مدمن وانا عادي، اصل هو حضرتك لو مدمن انا مش هقبله. اقولها ايه؟ مش هينفع. طيب انا رفضت طبعا اقول اي حاجه، طبعا الا الصح ان انا ارفض اقول اي حاجه. ولكن طب انا زي اختك، يعني تقدر اختك تتجوز واحد بالكلام اللي هو بيوجع بقى حاجات كونتروفيرشال خالص. يعني بعض الناس يقول لك لا طبعا ده مستقبل البنت، يبقى انت بتضرها كده. بعض الناس يقول لك طب هو ممكن يخف لو سيادتك ما بصش مستقبلك ضيعتها لك. مفيش حتى الدليل قوي في الموضوع ده. فبس يعني موضوع مش بسيط وممكن نفرد له يعني وقت فعلا وقت طويل. اتفضل. حالات زي البيدياتيك زي الاوتيز التوحد الهايبر اكتيفيتي، سمعنا ان مثلا في اليو في بريطانيا وكذا زادت النسبه وصلت 25% وفي كندا وصلت 15%، وسمعنا عن علاج الاكسجين تحت ضغط. اوكسجين؟ تحت الضغط. اوكسجين ولا بيدياتيك؟ لا اكسجين تحت ضغط لعلاج حالات التوحد وحالات الهايبر اكتيفيتي وكده. يعني اكسجين هايبر اكتيفيتي. بص العلاجات انواع العلاجات زادت جدا، سواء يعني حته البيدياتريك بالذات، سواء هايبر اكتيفيتي او التكامل السمعي او حاجه اسمها الايميونتي باك،
ده موضوع كبير يعني اليوم في ده او الحاجات دي او التحكم في موجات المخ وتدريبها على انها تبقى موجات صحيه مش الموجات المرضيه البرين ويفز نفسها ان يتم تدريبها. ده موضوع يعني علاجي حاجه مختلفه تماما. انا شايف ان احنا يعني هنتجاوز الوقت كتير لو